للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، قمة تنسيقية للدول الأفريقية ومشاركة مصرية في هذه القمة، كيف ترى ما ستخرج به من أجندة أو مخرجات لتكامل إقليمي أفريقي؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وعايزين نقول إن هذه الزيارة بتأتي بعد نجاح كبير للدولة المصرية والحكومة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما حدث من مؤتمر دول الجوار لحل وتسوية النزاع أو الأزمة السودانية اللي حاصلة، وطبعا العالم كله شهد بنجاح هذه المبادرة. وعايز أقول لحضرتك إن نحن مصر هي التي تعلم حل النزاع في القارة الإفريقية منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، ونحن يعني وسيادة الرئيس يبذل قصارى جهده لفض القضايا والنزاعات واللجوء إلى التسوية. سيادة الرئيس دايما يقول حضرتك كده التسوية وليس حل النزاع. التسوية بمعنى إن احنا عايزين يعني الموضوع ينتهي ونبدأ إن احنا نشوف الحياة الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في القارة الإفريقية. أعتقد إن هذه القمة تأتي بعد هذا النجاح وبعد نجاح مصر في تسوية أو وضع بعض الآليات والاستراتيجيات الهامة جدا لحل الأزمة السودانية، تأتي المشاركة المصرية. وأعتقد أن هذه المشاركة مهمة جدا، لأن طبعا إحنا في رئاسة النيباد وطبعا رئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهم حاجة بيركز عليها وفي الأجندة وفي الكلمة اللي هيقولها إن شاء الله سيادة الرئيس هو توطين الصناعات في القارة الإفريقية. القارة الإفريقية كما نعلم تماما إحنا يعني بنسميها كده القارة السمراء الشابة، 65% من سكان القارة الإفريقية معظمهم من الشباب. احنا مش زي الدواء من القاره زي القاره الاوروبيه او الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي معظم الشباب خلاص ما عادش فيه شباب، ولكن القاره الافريقيه فيها عناصر وقوه بشريه كبيره جدا تقدر على الاتيان بالصناعات الهامه والمهمه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيركز وهيركز ان شاء الله في هذا المؤتمر على توطين الصناعات في القاره الافريقيه. القاره الافريقيه عامره جدا بالمواد الخام وعامره جدا بالقدرات والمقدرات اللي موجوده في القاره الافريقيه، وده الشغل الشاغل لسياده الرئيس هو توطين الصناعه والتكامل الاقتصادي بين الدول الافريقيه بعضها مع البعض وزياده التجاره، حجم التجاره البينيه بين الدول الافريقيه. احنا نعلم تماما ان حجم التجاره البينيه بين الدول الافريقيه قليل جدا، يعني لو احنا قارناه بحجم التجاره بينه وبين الاتحاد الاوروبي هنلاقيه عالي، ولكن احنا عندنا المواد الخام، عندنا تصميم الصناعه، عندنا كمان لو احنا نشوف كده ونراجع مع بعض الزيارات المكيه اللي كانت بتحصل من رئيس دوله الصين رئيس وزراء الهند لما جه زارنا في مصر الاسبوع الماضي، اعتقد ان هم بيعملوا على توطين الصناعه الصينيه والهنديه في مصر اللي هي تصديرها الى الاتحاد الافريقي ويبداوا يصنعوا فيها. اعتقد ان هي هتبقى قمه كبيره جدا للتكامل الاقتصادي وبين الدول الافريقيه بعضها مع البعض. نعم دكتور سعيد، الدور المصري في افريقيا كان له الكثير من الاسهامات فيما يخص مشروعات التنميه وايضا الاسهام في تحقيق اجنده التنميه المستدامه للقاره الافريقيه 2063. كيف ترى هذا الدور والمشروعات التنمويه التي تقوم بها مصر في الدول الافريقيه من اجل تفعيل الاستفاده من ثرواتها المختلفه؟ دكتور سعيد، يبدو أننا فقدنا الاتصال، لكننا نتابع معكم على الهواء مباشرة هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري لوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي.